مرور 8 سنوات من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وخروجه من مكة إلى المدينة، خرج منها سرا، وها هو اليوم يعود صلى الله عليه وسلم فاتحا لها على رأس 10,000 من أصحابه. نتمثل المشهد الذي رواه لنا عبد الله بن عدي بن حمراء عند الترمذي وغيره، أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على جبل الحزورة. جبل الحزورة هذا جبل في مكة، وسمعته وهو يقول ناظرا إلى مكة: والله إنك لخير أرض الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت ما خرجت منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام عندما كان مهاجرا سرا بأمر الله سبحانه وتعالى، وها هو يعود صلى الله عليه وسلم بعد فترة وجيزة في مقياس الزمان والتاريخ.